حملة تاريخية تحدث للمرة الأولى. أيضاً يكرم النجم وسيد عبد الحفيظ رئيس الجهاز، يستحق هذا التكريم الكبير. مبروك للكابتن موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ وكذلك كابتن الفرقة محمد الشناوي. هذه العملة معتمدة من البنك المركزي باسم النادي الأهلي. وما فيش خوف، هو الوعد موجود، كل اللاعبين بإذن الله راح يتسلموا هذه العملة التاريخية والمطبوع عليها وهي عملة النادي الأهلي. بس اللعيبة جمهور، أنتم في القلب وتستحقون، أنتم العملة النادرة. جمهور النادي الأهلي هو عملة نادرة، لا يوجد أي نادي آخر يمتلك هذا الجمهور.